الأخ رامي عبده يعطيك العافية. واضح إن موسم الدراجات الهوائية مش هذا الموسم اللي أنتم بتنتظروه، وواضح إنه الإغلاق أثر عليكم وأثر على الحركة التجارية هنا. نعم أخي أبو عمير، للأسف الشديد إحنا أثر علينا كثير التسكير. زي ما الكل بيعرف عيد الكيبوري اللي هو عيد البسكليتات بالنسبة لإلنا، كل محلات البسكليتات بيستنوا الشهر هذا اللي هو تحضير لعيد البسكليتات، فتفاجأنا بالتسكير. نعم. للأسف الشديد زي ما أنتم متعودين بكل عام كل الشقة هاي مع الشقة هون بيكون كله بسكليتات من جميع الأنواع من جميع الأحجام. نعم. ولادي بناتي كله. طب للأسف الشديد التسكير هذا خرب الدنيا علينا وعلى جميع المحلات التجارية. نعم. طب التسكير هذا أبو يحيى يعني راح يستمر 3 أسابيع، كيف أنتم راح تواجهوا هذا الوضع خاصة ما فيش حركة تجارية وفيش ناس فيش مشترين، كيف أنتم راح تواجهوا هذا الشيء؟ الصراحة محمود احنا تأقلمنا، يعني سمعنا على التسكير ما جبناش كثير بضايع، جبنا نسبة معينة من البضايع ما كترناش بالكميات، ولكن الاشي اللي اهم من هيك انه احنا فترة الكيبور بتكون دفع على الشتاء. نعم. لكل الشتاء، لانه عوا ما انتم بتعرفوا محلات البسكليتات هو محل موسمي، يعني شغل موسمي اللي هو فترة الصيف، فترة الشتاء في الشغل، فاحنا كنا ناخذ نمتد القوة من مين؟ من الكيبور. الكيبور يعطينا المساعدة ويعطينا القوة اللي نمشي مصروفنا ومصروف بيتنا ومصروف اهلنا فترة الشتاء. هلا الله يعلم العيد هذا ايش صار ايش راح يصير بعدين، بس بنوكلها. طب هل راح تكون البلدية بدورها البلدية يعني على اثر الاغلاق هذا، هل تاخذ بعين الاعتبار المصاريف الشهرية الضرائب اللي بتدفعوها، هل سيتم اعفائكم من هاي الضرائب، هاي خبروكم، هل فعلا شيء ساري كيف ما البلدية بتوعد؟ حتى اللحظة ما فيش حد توجه لإلنا ولا حد حكى معنا، كله ماشي زي ما هو عادي، الدفعات والأرنونة وكله عادي ماشي عادي. نعم. المصاريف ماشيين عادي. نعم. يعطيك العافية حبيبي أبو